معنا من جدة حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، نرحب فيك معنا في ام بي سي في اسبوع. استاذ حمود، كيف يتم التعامل مع العقود المبرمة والفواتير الضريبية اللي تم اصدارها قبل وبعد زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 15%؟ لو تقدر توضح لنا. السلام عليكم، مساء الخير جميعا استاذ علي، استاذ تغريد، مساء الخير لجميع المشاهدين. بالنسبة عندما صدر التوجيه على أن يكون رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والذي تم تطبيقه في 1/7، وضعت الهيئة مرحلة انتقالية تبدأ في 11 ماي وهو تاريخ إعلان الزيادة وتنتهي في 30/26/21. طبعا نصت اللائحة على عدة معاملات للعقود الطويلة خصوصا والتوريدات المستمرة. طبعا أي عقد يتم إبرامه حسب ما نصت عليه اللائحة قبل 11 ماي بين شخصين خاضعين، فهذا العقد أي توريدات تتم بهذا العقد ستكون بنسبة 5%، أي النسبة القديمة، حتى 30/6/2021 أو تجديد العقد أو انتهائه أيهم يحدث أولا. أيضا أي عقد يبرمه شخص خاضع ومسجل لإغراض ضريبة القيمة المضافة مع أي جهة حكومية أو يصدر له خطاب ترسية قبل 11 ماي، فهذا العقد أي توريدات تتم بموجبه ستكون أيضا خاضعة للنسبة القديمة 5% حتى 30/6/2021 أو تجديد العقد أو انتهائه أيهم يحدث أولا. أيضا نصت اللائحة على كيفية معاملة الفواتير الضريبية التي تصدرها الجهات الخاضعة للضريبة أو الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة. فأي شركة تصدر أو مؤسسة خاضعة للضريبة تصدر فاتورة ضريبية بكامل قيمة الخدمة أو السلعة قبل 11 ماي والتوريدات بهذه الفاتورة سوف تستمر حتى بعد سريان النسبة الجديدة، ستكون أيضا 5% حتى 30/6/2021. طيب أستاذ حمود، يعني الآن احنا نعرف أنه الرقم أو التاريخ الفصل هو 11 ماي لمسألة الـ 15%، لكن السؤال كيف، يعني كيف نعرف أمثلة أكثر عشان نوضحها للمشاهدين، لانه مثل هالحسبه هذه شوي صعبه، احنا بالكاد فهمناها وبالكاد استوعبناها، في مشاهدين الى الان مغلوطه عندهم هذه النسبه، كيف يحتسبونها؟ كيف يفرقون ما قبل مثلا 11 ماي وما بعده؟ عطني امثله اكثر. بجيب امثله خصوصا الامثله التي تكون المستهلك النهائي او الفرد الذي يتعامل مع شخص خاضع. مثلا لو جينا مثال، أنا كفرد رحت إلى شركة تأمين في 1 ماي 2020 أمن على سيارتي لمدة سنة، شركة التأمين قالت التأمين 3000 على السيارة، بصدر لك فاتورة الآن بقيمة 3000 ريال مع ضريبتها 5%. إذا أصدرت بهذه الطريقة وخدمة التأمين كما هو معلوم مستمرة، التأمين على سيارتي يعني إلى السنة القادمة لو فرضنا أنه سنة التأمين، فهذا التأمين لن تستطيع الشركة ولن تعود عليه الشركة بعد 1/7 وتقول لي لا 15% انتهى، بما أن صدرت لي فاتورة ضريبية بكامل قيمة خدمة التأمين فبنسبة 5% حتى انتهاء التأمين اللي هو مرور سنة عليه بموجب العقد. أيضا مثلا لو ذهبت مثلا إلى أي متجر يبيع أجهزة حاسوب أو مثلا شريت منه جوال، الجوال طبعا شريته ب1000 ريال في 5 ماي مثلا او 15 ماي لكن ما كان متوفر لدى المتجر هذا، فاصدر لي فاتوره ضريبيه بال1000 كامله مع ضريبه 5%، وصل لي الجهاز في 5 جولاي او 5/7 الان، فهذا في نسبه 5% لن تتغير، ما تلحق ال 15% يعني اصدار الفاتوره تم قبل 11 ماي، لكن لو الفاتوره اصدرت ما تلحق 15%. هذا انا جبت امثله للمستهلكين خصوصا لاكثر استفسارات عن المستهلكين، وهم اكثر طبعا يمكن الشركات والقطاع الخاص التعامل بينهم بناء على عقود طويله جدا، فهي قد تكون اكثر وضوح للقطاع الخاص، لكن المستهلكين كما ذكرت انا كمستهلك صدرت لي فاتوره بكامل قيمه الخدمه او السلعه قبل 11 ماي، الخدمه مستمره الى بعد 1/7، السلعه ما استلمتها الا بعد 1/7، فهي 5% لن يستطيع التاجر الرجوع علي وطلب زيادة 10%. لكن لو أصدرت الفاتورة بعد 11 ماي فالأمر مختلف، بتكون 15%. طيب أستاذ حمود، خلينا نحكي شوي عن مرحلة ما قبل تطبيق الضريبة المضافة. كيف هيئت الهيئة العامة للزكاة والدخل منشآت القطاع الخاص أنهم يرفعوا نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% منذ تم الإعلان عن ذلك؟ طبعا
طبعا استاذ تغريد، عندما صدر الامر بزياده النسبه عملت الهيئه على عده مراحل داخليا ومع القطاع الخاص كذلك. كما ذكرت في البدايه بنينا مرحله انتقاليه بحيث لا تؤثر لا على المستهلك من يصدر له فواتير قبل الاعلان ولا على القطاع الخاص للرجوع الى عملائه بتعديل هذه العقود، فوضعنا مرحله انتقاليه مناسبه، نرى من وجهه نظرنا انها مناسبه للتعامل مع تعديل هذه النسبه. اصدرنا دليل ارشادي تفاعلي لجميع خصوصا القطاع الخاص ووزعناه على عملائنا من الشركات والمؤسسات، تواصلنا معهم كذلك عبر رسائل على حساباتهم لدى الهيئة، نشرنا على تويتر في حساب الهيئة أمثلة على التعاملات في هذه التعاملات أو العقود أو الفواتير تصدر قبل 11 مايو أو 11 مايو. كذلك عقدنا أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو الماضي، وما زلنا مستمرين في عقد ورش العمل، مجدولين في شهر جولاي كذلك أكثر من 10 ورش عمل. أيضا قمنا ببث ساعة توعية من خلال حساب الهيئة بتويتر مباشر. حلو. وما زلنا متواصلين مع القطاع الخاص، جميع قنوات الهيئة مفتوحة لأي استفسار سواء من القطاع الخاص أو المستهلكين كذلك. أوكي، طيب في سلع أو خدمات الكل يتحدث عنها، هي حديث الساعة الآن يا حمود، في سلع وفي خدمات مستثناة ومعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فصلها لنا. نعم أستاذ علي، بالنسبة هناك الإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة ينطلق من اتفاقية خليجية ومن أنظمة محلية، فهناك سلع وخدمات مستثناة قد تكون ضريبيا نعتبرها خاضعة لنسبة الصفر، وهناك سلع معفاة وخدمات معفاة، لكن بتكلم مع المستهلك هذه السلع اللي بذكرها الآن لن يتم تحصيل عليها ضريبة بغض النظر عن المصطلح القانوني، لن يتم عليها تحصيل ضريبة، وهي مثلا التأجير السكني. لا يحق لأي شخص يقوم بتأجير سكني لأي مواطن أو أي شخص مقيم أن يخضعه للضريبة 5% أو 15% حاليا. كذلك هناك بعض الخدمات المالية تقدمها البنوك وشركات التمويل لا يمكن أن تخضع لضريبة القيمة المضافة، مثل تشغيل حسابات الإيداع والإدخار، كذلك الإيداع والسحب من الصراف، أيضا أي رسوم فوائد أو قروض أو فوائد قروض أو تمويل تقوم على هوامش ربح ضمنية كذلك لن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة لأنها تقوم على هوامش ربح ضمنية ولا يمكن تحديد سعرها أو سعر الضريبة فيها. أيضا هناك أدوية وأجهزة طبية لا تخضع للضريبة، وهذه تصدر بقوائم من خلال وزارة الصحة ومن هيئة الغذاء والدواء، موجودة على موقع هيئة الغذاء والدواء وكذلك موجودة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. أيضا هناك طبعا الصادرات إلى خارج المملكة العربية السعودية كذلك لن تخضع للضريبة، النقل الدولي إلى خارج المملكة العربية السعودية لن تخضع للضريبة. أيضا صدر الأمر الملكي بأن تتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين في خدمات الصحة مع القطاع اللي تقدمها الشركات القطاع الخاص وكذلك خدمات تعليمية اللي يقدمها المؤسسات الخاصة. أيضا إعفاء أو تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول للمواطن السعودي بما لا يزيد عن 850 ألف ريال. ماذا عن عقوبات التهرب الضريبي اللي أقرتها الهيئة؟ إذا ممكن تحكي لنا عنها أستاذ حمود. طبعا التهرب الضريبي هو آفة على جميع الأنظمة الضريبية في المملكة وفي جميع دول العالم، فالهيئة وضعت عقوبة عالية جدا. طبعا التهرب عرفناه في نظام ضريبة القيمة المضافة أنه تقديم مستندات مزورة بغرض عدم سداد الضريبة أو التهرب من لو جزء من سداد الضريبة، كذلك تقديم مستندات مزورة لاسترجاع ضريبة مدفوعة بغير وجه حق، كذلك إدخال سلع أو بضائع إلى المملكة أو إخراجها من المملكة بدون دفع ضريبة عليها. طبعا الغرامة هنا تكون 3 أضعاف السلعة أو الخدمة موضوع التهرب الضريبي، وهذه من أعلى الغرامات الموجودة في نظام ضريبة القيمة المضافة. طيب أبغى منك رسالة يا حمود قبل ما نختم معاك للمستهلكين بشكل عام ولكل اللي يتابعونك الآن. طبعا رسالتي للمستهلكين دائما أذكرنا نعول على وعي المستهلك دائما لأنه قريب أكثر منا من الهيئة مع القطاع الخاص والمتاجر ومنافذ البيع، فأي مخالفة ضريبية يراها المستهلك من خلال تعامله مع هذه المتاجر يستطيع التبليغ عن هذه المخالفات إما من خلال موقع الهيئة أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة
الموجود على الهواتف الذكية. طبعا في حالة تبليغه سوف يحصل المبلغ على مكافأة تشجيعية بنسبة 2.5% بما لا يقل عن 1000 ريال ولا يزيد عن 1,000,000 بعد أن يتم إثبات هذه المخالفة والتحقق منها وسداد المخالفة من قبل المخالف. ماذا عن التجار يا حمود؟ توجه لهم رسالة أو رجال الأعمال؟ طبعا كذلك القطاع الخاص نوجه لهم رسالة. أولا الهيئة وضعت أدلة إرشادية عن التعامل مع هذا التغيير في النسبة، كذلك قنوات الهيئة مفتوحة سواء على تويتر أو من خلال حساباتهم لدى الهيئة، فأي استفسار أي إشكاليات في العقود الجديدة أو العقود المستقبلية أو أي إشكاليات في فهمهم للائحة والنظام العودة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، لأن الهيئة تصدر كذلك قرارات تفسيرية يجب أن تلتزم كذلك الشركات والمؤسسات بهذه الأنظمة ولا تخالف، وثقتنا إن شاء الله كبيرة في القطاع الخاص، لكن في حالة وجود أي مخالفات لن الهيئة سوف تقوم بفرض الغرامات بكل حزم. ضيفنا من جدة حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، شكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع.